شيخ مجيد، ليش خطاب المكونات أصبح الآن هو حديث الإعلام، حديث السياسة، حديث الشارع؟ ليش غلبنا الهويات الفرعية المفروض اللي تذوب بهوية الوطن، وبدينا نتحدث عن تفاصيل لها علاقة سنية أو شيعية وغيرها؟ سؤالك ضخم دكتور، وأنا مثل هذه الأسئلة تستهويني لأنني أعيش في حركيتها. بالتالي بعد هذا التغيير الذي حصل في العراق، في كل فترة يطفو على السطح مفهوم. بالمناسبة اليوم نحن أمام حرب مصطلحات، فالمفاهيم عندما تجدها تتغير، لأن البراغماتية حاضرة وبقوة. فمتى ما أريد تحريك هذا الجانب تجده يتسع في ليلة وضحاها، ذلك لأن الهوية مفقودة. فبما أنه لا توجد هوية، مثل هذه الصيحات أو مثل هذه الحركة تطفو بسرعة وتنتشر وكأنها تتحول إلى ظاهرة لا بد من الخوض فيها، بل تشكل عقل جمعي يتعاطى مع هذه بوصفها حداثة أو ما بعد الحداثة أو حالة متطورة جدا، يعني سابقة لأوانها. وهكذا في الحقيقة قضية المكونات والأقليات أنا أراها اليوم فعلا أصبحت مثل ما استخدم الدين في فترة ما كلباس لتمرير المشاريع السياسية أو لتمرير بعض المصالح الشخصية. اليوم قضية الديانات وحوار الأديان كذلك أراه كذلك دخل في هذه اللعبة، لعبة الأمم السياسية الدولية، والعراق جزء من هذه اللعبة السياسية، بحيث أننا نشهد مؤتمرات كثيرة، نشهد حركات كثيرة، لكن مثل ما تفضل الأب مارتن المخرجات لا يعني غير متسقة مع المقدمات. ولذلك نحن لدينا في الفقه نقول إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، مقدمات الواجب واجبة. أنت كيف تريدني نجلس في مؤتمر أتحاور مع أخي المواطن اللي هو مهما كان دينه مهما كانت قوميته وأنت الدستور في خلل؟ بداية الدستور فيه فقرات، هذه الفقرات لابد أن تتغير حتى ننطلق إلى الفضاء الرحب، حتى نجلس تحاور. يعني أنا لما أجد أن هوية المواطن مفقودة، بس عذرا بهاي الوطنية حتى انتقل لزي اسمعك. أنا الهوية الوطنية الواضحة بكل مكوناتها، ما واضحة بكل لا لا هي واضحة على مستوى الحوارات والأدبيات، لكن الآن اللي مصدر الخطاب هو الخطاب السياسي اللي يدعي يتحدث باسم المكونات. هو هي الآن أزمتنا لتشكيل الحكومة هي أزمة شيعية. ولذلك لماذا أنا أشرت إلى الدستور؟ الدستور يا دكتور فيه مشكلة لابد أن تعالج، لابد أن نعود إلى دولة المواطنة، والكل يذوب تحت عنوان المواطن وليس المكون اللي احنا همنا اجينا حتى لا نجرح مشاعر. وهاي ايش تحتاج الى برامج الى خطابات لا لا لا، هذا لا كلامي ولا كلام الاب مارتن ولا كلام شيخ اسماعيل ولا كلامك، هذا قرار السياسه. السياسيين اذا قرروا الاصلاح الحقيقي لابد ان يعالجوا هذا الدستور الذي كتب في ظل تغيير مفاجئ. يعني جون لوك يقول في علم الاجتماع كل تغيير مفاجئ يولد تمرد، يولد انهيار، يولد كذا. بس كافي، يعني صار عقدين احنا من هذا التغيير 2003، ومو بس عقدين، احنا لابد لما ندرس العقدين اكو مرحله انتقاليه كبيره. تشرين، يعني تشرين اصبحت هنالك مرحله جيليه جديده لابد ان تؤخذ بنظر الاعتبار. بالتالي دكتور الدستور هو الذي لابد ان ينظر فيه ويتم تغيير المفردات التي فيها تمزيق للوحدة العراقية أقول وليست الدينية من غيرها، حتى نستطيع أن نجلس ونتحاور ونقرب وجهات النظر. جميل.